بسم الله الرحمن الرحيم. الثور عنده حالة رومانسية، أو لا بلاش نقول إن هي رومانسية، عنده حالة عطاء، حابب يدي، حابب يهتم، ورايح نحو حاجة ببطء شوية، بخطوات متزنة، فيها اتزان وفيها كده إيه، عقل الصراحة ومنطق. نفسه في إيه؟ نفسه يتعافى، الشمس دي تعافي وصحة. يمكن تكون صحة العلاقة مش كويسة، العلاقة مش في حالة صحية كويسة، الحلاقة مش واضحة، الشمس كمان بترمز للوضوح، في حاجات كتير قوي مش باينة بالنسبة لك، مش واضحة فيها غموض. Adam, you're appearing in the camera. طيب التور في هنا في مشاعر بتحركه، مشاعر مش عقل خالص، مش عقلك اللي بيحركك يا طول خالص الفترة دي، اللي بيحركك مشاعرك، وبتحركك يعني خطوات بطيئة ومتزنة شوية. نفسك في ايه؟ نفسك في الشمس هي الوضوح، نفسك حاجات كتير قوي تتضح، زي ما انا شايفة الطاقة فيها اسرار كتير جدا جدا، انت فعلا نفسك تكشف الاسرار دي وتعرف الحقيقة ايه. انت في حاجات كتير مستخبية عنك او حاسس ان هي مش واضحة بالنسبة لك، وممكن تكمل نفسك علاقة صح، حاسس ان العلاقة ما بقتش علاقة صحية، بقى فيها توتر، بقى فيها دخلتها طاقة سلبية كتيرة قوي. شايف شريكك ازاي؟ شايفه مشاعر بريئة جدا، مشاعرك نحو شريكك مشاعر حلوة جدا، كلها براءة وحب قوي جدا وحب خالص، فعلا بتحب شريكك جدا يا طور. الشريك الناحية التانية بقى في حالة فرص كتيرة وهو بيحاول ينتهزها ويعني يستغلها كلها لصالحه، في عنده كمان حالة عناد وحالة ثبات، أنا عندي طموح ولازم أوصل له، هو مركز في حتة فيها طموح شديد، عنده طموح جامد جدا. عايز إيه؟ هو عايز يصلح العلاقة على فكرة، نفسه يصلحها، هو نفسه يصلحها. شايفك إزاي؟ شايفك الأمان، هو ده البنتكلز حالة مادية كويسة ومريحة، فمدية إحساس بالأمان، فبما ان هي علاقة عاطفية فدي الاحساس بالامان، يعني هو بيحس معاك بالامان وان هو في البيت، في بيته. الطاقة بقى ما بينكم، الطاقة فيها اسرار يا طول، في اسرار فعلا، انت احساسك صحيح، لو انت فعلا نفسك حاجات تتكشف بالنسبة لك وتبان، فهو فعلا في اسرار مستخبية عنك، بس مش شرط ان الاسرار دي تكون اسرار وحشة، ممكن يكون الشريك مش عايز يقولها لك عشان انت ما تزعلش وما تتجرحش، لان هو عايز يصلح دلوقتي، هو مش عايز يزعلك، فبالتالي مضطر ان هو يخبي عليك شويه حاجات بحيث ان الدنيا ما تبصش اكتر ما هي بايظه. في هنا حاله حسره، انت اشتغلت كتير يا تور وديت وعملت حاجات كتير قوي لشريكك، وفي الاخر النتيجه اللي وصلت لها بص باصص لها ازاي، بس كده هو ده اللي انا اخدته في الاخر. حاله من يعني مش عايزه اقول الصدمه، بس هي حاله على الاقل متحصر، يعني انا لا انا عايز اكتر من ده، لكن الكارت ده بيقول لك على فكره اللي انت شايفه قليل ده هو كويس، هو مش وحش خالص، دي نتيجه مش وحشه خالص، هتتحسن، ممكن تتحسن بعدين. انا هقول لكم الحقيقه يعني، وان شاء الله ربنا يعني ربنا يجيب الخير. أنا شايفة إن المرحلة اللي جاية هيبتدي كل واحد فيكم يبين إنه مش يبين، هيبتدي يخش في مغامرة مختلفة، يعني كل واحد فيكم هيبتدي يبين إن هو أنا تمام والدنيا تمام وعلى أتم استعداد إن أنا أمشي، يعني في بص ده برضو ده سفر، بيدل على السفر، ده واحد شايل شنطة وماشي، ف عايزين تبينوا ان انتم جاهزين للمغامره دي. واضح ان هيحصل فراق فعلا يا تور،
بس الفراق ده بزعل شديد، يعني انتوا هتمشوا وانتوا زعلانين وكلكم حسرة وكلكم ألم. ده الكلام ده طبعا ما بينطبقش على كل الناس، مش كل الناس طبعا هتنطبق عليهم القراءة دي، بس اللي انا عايزه اقول لكم ان الفراق ده مش هيريحكم يا طور، الفراق ده هيتعبكم جدا وهيخلي حياتكم صعبه صعبه ومخيفه، ومش هتبطلوا تفكير هتبقى مسائل اسوأ. فيا ريت تراجعوا نفسكم في القرار ده، يا ريت تراجعوا نفسكم فيه، يعني يا ريت لو تبعدوا عن الكارت ده. هلخص القراءه بسرعه، الطور في حاله عطاء واللي بتحركه مشاعره، وقبل الناحية التانية الشريك عنده فرص بيحاول يستغلها لصالحه. التور عايز وضوح في العلاقة وعلاقة أكتر صحة وأكتر سعادة. الشريك في المقابل عايز يصلح العلاقة ويشوف إيه اللي انكسر فيها ويصلحه. أنت شايف شريكك حب نقي جدا وحب يعني حب عزيز قوي قوي. شريكك شايفك أنت الأمان. الطاقة ما بينكم زي ما قلنا فيها أسرار، في حسرة على نتائج انتوا كنتوا مستنيين اكتر منها بس النتيجة ما كانتش مرضية بالنسبة لكم، وابتديتوا تدوا اشارات ان انتوا على استعداد للرحيل، وجايز يحصل رحيل فعلا. I'm recording on. فزي ما قلت لكم القرار ده يا طور مش هيكون قرار كويس، مش هيعود على اي حد بالنفع. فارجوك يعني لو تقدر تتفادى هذا القرار وتاخد وقت اكتر يا ريت. تعالوا اقفلوا الباب. تعالوا بقى نشوف كروت الحكمة بتقول ايه. هنرجع تاني لكروت التارو عشان تقول لنا اذا كان في رجوع للناس اللي سابوا بعض اوريدي، والاسئلة دي هنرجع لها حالا. بس خلينا نسحب كارت كده من كروت الحكمة ونشوف هتقول لنا ايه الشهر ده لبرج الثور. بإذن الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Imagine، أطلق خيالك يا تور، أطلق خيالك. بمعنى لو أنت بتاخد على وشك اتخاذ قرار إنك تبعد، حاول تتخيل حياتك بعد شريكك إن هو مش موجود فيها، هتكون عاملة إزاي؟ تخيلها فعلا، حاول تدخل نفسك في الحالة دي، هتبقى عاملة إزاي؟ ولو لقيت ان هي هتكون احسن يعني ماشي، بس حاول تخيلها بجد بموضوعية، يعني ايماجن تخيل. تعالوا نشوف كروت القمر كمان هتقول لنا ايه الشهر ده. انا اول مره استعمل الكروت دي واكتشفت بصراحه ان هي كروت جميله جدا، ميرسي يا هانيا. Look at the bigger picture. واضح ان كل الكروت بتقول لك قرار انسحابك او انفصالك مش صح يا تور. بص على الصوره الاكبر. Look at the bigger picture. الصوره الاكبر ان شريكك بيحبك فعلا، لو صدر منه خطأ او ضايقك او زعلك او خانك حتى. الصورة الأكبر إن هو عايز يصلح. لو تقدر تطوي الصفحة يا ريت يا ريت، دي الصورة الأكبر. ما تبصش تحت رجلك دلوقتي بالنسبة للعلاقة. تعالي نشوف الأسئلة اللي هي الأساسية عندنا بالنسبة للأبراج. الناس اللي متوقعة يعني اللي مستنيين مولود، إن شاء الله في مولود ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كارت كمان. لا يا طور، المتوقعين او يعني مستنيين مولود مش الشهر ده حبايبي. ان شاء الله قريب بس يعني مش الشهر ده. تعالوا نشوف اللي سابوا بعض في رجوع ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. باذن الله في رجوع، ورجوع جميل جميل باذن الله. تفرحوا وهتتلموا تاني عيلة واحدة، أو لو كنتوا لسه ما اتجوزتوش فهتعملوا عيلة جديدة، وحاجة ما شاء الله جميلة جدا.
تعالي نشوف الحالة المادية عند الدكتور، مع ان هي كانت واضحة بالنسبة لي في القراءة العامة، هي يعني متغيرة او اللي جاي على قد اللي رايح. بس خلينا نشوف برضو، يمكن نشوف حاجة مختلفة. مش واضح برضو ان في تطور مادي، حركة حالتك المادية لسه زي ما هي يا تور، بس هي مش سيئة يعني، او هي زي ما تقولوا بداية كويسة او مقدمة ان شاء الله تكون كويسة، في مقدمة كويسة. تعالي نشوف بالنسبة للنجاح دراسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله في نجاح وفي فرحة كبيرة جدا واحتفالات، احتفالات ما شاء الله. تعالوا نشوف السفر الناس، مع انه برضو ده ظهر، والناس اللي عندها سفر بإذن الله هيتم وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي عندهم سفر، بإذن الله في سفر، والسفر ده هيترتب عليه تطور في الحالة المادية بإذن الله. ربنا يسعدكم ويوسع رزقكم كلكم إن شاء الله يا رب. أفتكر إن أنا كده جاوبت كل الأسئلة. فيديو الحمد لله كده أصنوت خلصوا بسرعة، وأشوفكم إن شاء الله بكرة أو بعده بإذن الله إن شاء الله.